مدينة الوركاء الأثرية في المثنى تشهد عمليات تنقيب من قبل البعثة التابعة للمعهد الألماني للآثار بعد توقف دام لـ28 عام. أعمال البعثة ستتركز على 3 مراحل، هي التنقيب وصيانة المواقع التراثية فضلا عن عرض للآثار بطريقة تجذب السائحين إليها من مختلف بلدان العالم. نحن سعداء كبعثة ألمانية أن نعاود العمل التنقيبي بمدينة الوركاء الأثرية بعد توقف دام لـ28 عاما. نعمل هنا على 3 محاور، هي التنقيب والصيانة والحفاظ على الآثار وكيفية عرض المدينة للزوار. قمنا حتى الآن بصيانة بعض المباني الأثرية التي كانت غير مستقرة إنشائياً. المنقب عنه في المدينة حتى الآن لا يتجاوز الـ5%. جاي نحضر حاليا لاعمال التنقيبات، التنقيبات مشتركه بين الجانب الالماني والجانب العراقي. حاليا نحضر لاعمال التنقيب، ربما ستبدا يوم غد او بعد غد. نقوم بمسح المنطقه الاثريه بجمع اكبر عدد ممكن من الاثار، ومن ثم نبدا باعمال التنقيب المستقبليه ان شاء الله. ترى الحكومة المحلية في المثنى أن وجود البعثة الألمانية سيسهم في إظهار المواقع الأثرية بمدينة الوركاء عبر مشاريع ستنفذ لجذب السواح إلى المدينة وتوفير سبل الراحة لهم. تناقشنا معهم عدة أمور، منها مسار الزائرين، منها متابعة تنفيذ خطة الإدارة التي وضعت من قبل اليونسكو لإدخال الوركاء ضمن لائحة التراث، بعد إدخال الوركاء ضمن لائحة التراث العالمي. كذلك ناقشنا موضوع دار أو مركز الزوار والسائحين إلى المدينة الأثرية. نحن نعول كثيرا على هذه القضية فيما يتعلق بتدريب كوادر دائرة الآثار في المحافظة وفي الوزارة لما يمتلكون الأصدقاء الألمان من خبرات كبيرة في مجال البحث والتنقيب والتصوير وما شاكل ذلك، وفق التقنيات الحديثة لتوثيق اللقى الأثرية. لو كان اهتمام الجهات المعنية بمدينة الحرف الأول كاهتمام من شيدها من قبل، لكانت الآن قبلة سياحية وحضارية للكثير من بلدان العالم. من مدينة الوركاء الأثرية بمحافظة المثنى، حيدر الحمداني، NRT عربية.